السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة، قناة مشتركة بين إخوتين. أنا سعيدة من إسبانيا ولطيفة من المغرب. كنشارك معكم دي بلوك دي روسيت تقضية مجموعة من الأشياء. اليوم جيت نقدم لكم واحد المسكوتة كيتو كيتونية 100% اللي معتمدة عندي بزاف في الدسير ديالي، يعني كناكلها بحال بوستري. نتمنى تعجبكم ونشاركها معكم، علاش لا. والمقادير اللي غادي نحتاجو سهله وبسيطه. غادي نحتاجو 200 غرام ديال اللوز مطحون. انا خديت اللوز كامل بقشور وطحنته، هكا نحتفظوا على الالياف اللي موجوده في اللوز. طحنته مزيان في الماكينه. عندي هنا واحد 125 غرام ديال البلوبيري كونجولي خديتو. عندي هنا 4 البيضات، الا عندكم البيض الي يعني لارج خذوا 3، انا خديت 4 حيت هادو مويان. واحد القبصه ديال الملحه، واحد جوج معالق صغار ديال عصير ليمون كيتواتا مع فروتاس ديال البوسكي. وغادي ندير شويه فانيليا، هذه اللي عندي ما كتعجبنيش، هذه ما فيهاش النسمه مجهده ولكن كتعجبني ديال ميركادونا الصراحه. غادي نستعمل هذه. وغادي ندير واحد 60 غرام ديال ستيفيا غادي نطحنها ندوزها في الطحان لانها كتجي غرانولادا، كتجي الا كتشوفوا كتجي حبيبات صغيره. انا غادي نطحنها بحال كلاصي في الماكينه ديال القهوه الصغيره. وغادي نزينو بواحد رقائق ديال اللوز من الفوق، واحد 5 حتى 8 حتى 10 غرام ديال الخماره الكيما الليفادوره الخماره ديال الكاطو. وهنا غادي نذوب معلقه ديال زيت الكوك مع 50 غرام ديال الزبده، لان ما غاديش نستعمل الزيت في البسكوتو لانه كيتوني. الزيت نباتيه انفلاماتوار، ما كتصلحش للنظام الكيتو والتغذيه الكيتونيه. دونك غادي على بركه الله غادي ندوب الزبده غادي ندوب الزبده وزيت الكوك، لان دابا بردات، دابا في البرد كتجمد لنا زيت الكوك. وغادي نطحن السكر وغادي نضرب البيض.
صافي غادي نخلط دابا اللوز مزيان مع البيض. غادي نزيد البلوبيري الفران يكون سخون على درجه الحراره 180 من الفوق ومن تحت. صافي على بركه الله نخليوه يرتاح واحد 5 دقائق، جوج حتى 3 حتى 5 دقائق، ونديرو في الصوينيه اللي ديجا دهنت بالزبده ودرت لها الكاغيط من تحت. هذا المول ديال ايكيا، شريته من ايكيا، زوين كيجي بلو فون مزوق، هانتوما مزوق كيجي زوين في البيسترو. دونك صافي غادي نديرها في الفران، غادي نزيد لها الرقائق ديال اللوز فوق. هذه غير اضافه، بغيتو تزيدو بلوبيري من فوق زيدو، انا بغيت اضافه ديال اللوز، كيجيو مقرمشين زوينين. انا هذا هو البسكوتشو ديالي المفضل اللي متناول عندي في نظامي الغذائي الكيتو، على الحال ناكلو وانا مرتاحه، غني بالفيتامينات والانرجي، وفي نفس الوقت ما فيه لا سكر ولا كربوهيدرات، صحي 100%. النظام الغذائي الكيتوني كما قلت لكم ونبدا السكري. جو بونس انا صافي طابت، غادي نطفي عليها هاديك تحمرات من الفوق ومن تحت، نبداوها نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا كي جات. صافي البنات انا جبتها من الفرن، غادي مازال سخونه، غادي نجبدها ونحطها هنا فاش تبرد نقطعها، غادي نقطعها سهله وبسيطه وكتجي جديده بزاف وصحيه. اللي اهم من هذا هو انها صحيه، هانتوما كتجي داخل غزاله محلوهاش بزاف، صحيه 100%. لنظام الكيتو داء السكري، واي واحد كيهتم بالاليمونطاسيون ديالو والصحه ديالو. انا ميم طون شاركت معكم البسكوتشو ديالي كيتوني، هانتوما نقربوا لكم كي كيجي زوين رائع، و اون ميم طون درت هنا دي كريب غادي مريندوهم دابا واللي بقى ياكلو تاكلو بنتي غدا في الصباح. هادو ماشي دي كريب بالطحين الابيض، هادو بالشوفان اللي شاركت معكم في التقديه ديالي اللي تقديت من اتشي سي يعني. صحيين لو كارب، خصنا نردو البال، نحاولوا ما امكن ما نبقاوش نستعملوا الطحين الابيض، راه الطحين الابيض راه مضر بالصحه. ها هما كيجيو غزالين رطب، ونشاركوهم مع هاد السيروبي حتى هو لو كارب ما فيهش السكر، نديروه من الفوق اولا العسل اولا اللي كان حسن من حاجه اخرى. وكان شاركت معكم، ماشي شاركت معاكم الصراحه، هادو كنت ديجا درتهم معاكم في فيديو سابق، ولكن هاد المره درتهم او شوكولا بالبيبيتات ديال الشوكولا. يعني كان ندير مجموعه ديال الاشياء كنرافقها باش تكون عندنا طيله الاسبوع، ما نحيروش شنو نعطيو لوليداتنا يفطروا ولا في الكوتي يكون عندنا واجد. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش شيروا له بلايك وشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده، ولنا موعد في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.